اليوم جايين الظاهر هان على مفرق بلدة بيتها عشان نرجع جثمان الشهيد شادي الشرفة عشان جبل صبيح وعشان البرة الاستيطانية الزائر بإذن الله. احنا طبعا راح نظل مستمرين في هذا النضال وهي المظاهرات لآخر نفس فينا ومش راح نتراجع. كل يوم يزيد إصرارنا أكثر، كل يوم أكثر لآخر نفس فينا. طبعا احنا مش راح نتراجع.